Everybody, ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين؟ هايجي حبيبتي وحشاني موت. سوري ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي حبيبتي اقعدي. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذة بمنظرك ده يلا انزلي تحت استني البيه في عربيته ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل يلا. لا 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 نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربية اهو يا حبيبتي، استنيني في العربية ومش هتأخر، ما تلعبيش في حاجة لأ روسك. ايه ده يا بابي؟ داخل عليا وسحبني في ايدك واحدة مش عارفة منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي أنا فيه، وبعدين أنت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجة. قلت لهم وسعوا وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما أسلم الشركة لحضرتك. ونعمة التربية الصراحة، عشان كده حبسوني أنا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك أرضي. أنا يتقال لي نجيبك أرضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني، أنا همشيهم لك. دكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايز فلوسنا، عايز فلوسنا. ازيكم يا رجاله؟ انا رجعت مسكت الشركه تاني مع بنتي هايدي. قلت لها ازاي يا هايدي الساده الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات واولاد، ازاي؟ انا دايما احط نفسي مطرح اللي قدامي. انا قررت اصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون، هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة، احنا هنصرفهم وهنصفي الشركة، نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثثنا. هو إيه يا الضاج يا الدب؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا اللي أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي، حد السياحة ما تتصلح والخواجات يجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض 4 شهور ويقدم استقالته، واعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه. وانا معاك يا ابو طالب بيه. كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. انصحك ديري بالك على حالك. شكرا لحضرتك. تفضل. شكرا. معلش يا هاني، احتاج التوقيع مره ثانيه لان الفورمة المره دي مختلفه، خلي التوقيع زي كل مره. اوكي. انا اهم حاجه عندي ان الاجراءات تكون سليمه، اهم حاجه. اتفضل. كده تمام. الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يعني. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله،
محدش كبير في البلد ومكلمنيش. وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي. أنا طلعت البرامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، إن شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. إن شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هاني. ميرسي، أهلا بك. يلا ألف مبروك يا رئيسة مجلس الإدارة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. إيه ده؟ في إيه خير؟ أنا بحبك أوي. خلينا نعرف نتكلم مع البنشر. كفارة يا كوريا، انا قلت اسيبك اليومين دول عشان عارف انك انت خارجة من ظروف لا مؤاخذة وما يصحش، لكن انت برضو طبعا عارفة ان عليك فلوس تنكيس البيت اللي لمك انت وخالتك من بعد امك الله يرحمها. جرايا سلومة، لا وقت ولا ادانه يا اخوي، اتوكل على الله دلوقتي عشان مش معادك ده. لا وقت وادانه يا كوريا. لما امك ودت من بعديها كل واحدة فيكم عاملة نفسها بتكح جير ولا يجي صرف على المحل ومكلفاه، يبقى يا فلوس تجيني وقتي يا تزقها عجلك انت وخالتك من البيت. وانت ما تعرفش لما تلاقي رجاله واقفه تتكلم معاها، ولا انت مش بيمشي غير الحرير؟ وانا لو شفت رجاله بيقدروا يحكموا على نسوانهم كنت كلمتهم، لكن دورت ما لقيتش، مفيش بح. لا انت بس ما دورتش كويس. انما انا ضربت الطور ده ازاي؟ عصب يا هيمة، عصب. بقولك انت عامل دوشه ليه؟ ها؟ كفايه. لا ده لسه في تلف. والنبي انا في دماغك تقيل عليا كوره. والنبي هيمة عشان خاطر طب بالراحه تضربه. طب بص امسكيه كده. يلا يلا بسم الله. بسم الله بالشفا ان شاء الله. الدماغ الفل. حبيبي يا مروان، صباح الخير يا حياتي. انتي طالق. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله، هو انت؟ صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايز اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد. زي ما بقول لك هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. مع السلامه. مساء الخير. هايدي ابو طالب السيد السنتولي، موقفها ايه؟ تمام. انا اسف يا مدام، في قرار منعك من السفر. صدور قرار المنع من السفر بالسرعه دي معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار الضبط والاحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكره الصبح المفروض انك تكوني محبوسه. ليه؟ على ايه كل ده وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟
الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير. 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه، في نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي واحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما؟ نو واي يا طارق، انت قربها يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضو مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس، ولسه باسم رجاء اختي، واكيد ما حدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعه واحده او اني الجا لاي حد غريب عشان ينقذك من المشكله دي. مفيش غيري انا، انا بابي اللي عارف مصلحتك. انا حوديك جاردن سيتي، شقه واحده ست شيك كلاس، هفهمها انك انت متخانقه مع جوزك ومستنيه في مكان ما حدش يعرف يوصل لك ليه الا لما تصطلحوا كده. ابقى مطمن عليك ان مفيش حد هيقدر يوصل لك. ابو طالب بيه، شرف عظيم لينا ان انت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي دورية هانم. اهلا وسهلا، اتفضل. عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لاي حاجه بس كلمي دورية هانم، تبعت لك الشغاله طلباتي كلها يا حبيبتي موجعة. وبعدين عايزك تبقى مطمنه، انا همر عليكي من حين لاخر واطمن عليك. اوكي؟ ليكي حلوه بقى كده. بس ما تفتحيش لأي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزة حاجة مني يا روحي؟ يروحوا باص يا رب عشان تطفي الشمع لأمك. Thank you.
فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ احنا عايزينك معانا بقى يعني يوم كده في البيت بس يكون قريب. السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي ايه اللي انت حامله في نفسك ده؟ احكيلك احكيلك. انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه وطحنيه قال. يقول ايه ده يا ست هايدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكري اطلع دلوقتي وانا هطلع. انا هسلم نفسي خلاص. ايه ده؟ نو واي. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش هفضل هربانه ومجرياك ورايا وعامله لكم مشاكل. انا ما عملتش حاجه وانتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه. وانت ذنبك ايه يا هايدي؟ ثلاثه بالله العظيم ثلاثه منورنا البيت يا هوانم. منور نادر بيه. الله يخليك يا عم شكري. اتفضل. هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربانه على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين من المجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضه. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليكي يعني. المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقره. مش حلو كده يا كوريا؟ مش لايق على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو عامله اقولك بلح. ماله البلح وحش؟ وحش البلح يا بنت شيمو؟ حلوه قوي لايق عليها. اهانتك لايق عليك. حلوه اختي البلح حلو. يلا عشان ما تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده ازيك يا خال؟ الله يسلمك. يمسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله يلا. يو في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي.
فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ سعيد احنا عايزينك معانا بقى يعني يوم كده في البيت ده، بس يكون قريب. السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ، ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي، ايه اللي انت حامله في نفسك ده؟ احكيلك احكيلك. انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه وطحنيه يال. يقول ايه ده يا ست هايدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكري اطلع دلوقتي وانا هجيلك. انا هسلم نفسي خلاص. ايه ده؟ نو واي، ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش هفضل هربانه ومجرياك ورايا وعامله لكم مشاكل. انا ما عملتش حاجه وانتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه. وانت ذنبك ايه يا هايدي؟ ثلاثه بالله العظيم ثلاثه منورنا البيت يا هوانم. منور انا دربيه. الله يخليك يا عم شكري. شكري هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربانه على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين من المجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضه. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليكي يعني. المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقره. مش حلو كده يا كوريا؟ مش لايق على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عامله اقولك بلح. ماله البلح وحش؟ وحش البلح يا بنت شيمو؟ حلوه قوي لايق عليها. اهانتك لايق عليك. حلوه اختي البلح حلو. يلا عشان ما تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده ازيك يا خال؟ الله يسلمك. يمسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله يلا. يو في ايه يا خال؟ استني هقول لك فيه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. سلام عليكم. اهلا وسهلا. سلام عليكم. ازيك يا زوندو؟ يو مين جاب الغرف ده؟ ايه دي جا
جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي ده هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش، كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تانت سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يا عيني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه، وغربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قوليلي هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني بيتها واولادها وجوزها كلهم، النار النار كلتها. غراب غراب طالل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. طب كلي كلي. بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها، اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحس كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. سهاد ابني مال. يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. سهاد بيحب البيض. بيحب البيض؟ ادها فيه. انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوك لوحدك، قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك، عشان انت غلبانه بتصعبي عليا والله. اصلا انا عشريه عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تانت، شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟ هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي الله يرحمه، توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. والله الكويس بيمشي وبيتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت هي دي الظروف. هي دي كل الظروف؟ طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصل انا بقى ايه قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. الغراب ماشي يعني هو الغراب هتنيته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. سلامة. اتفضلي. قوليلي انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد ده هي. وبعدين المفروض انك ترطوني زيهم، لكن انت ما بترطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقولك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله. ليه ما بتقولي زيهم يعني؟ اصلا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. ايوه كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. سلام عليكم. نسوك ما شفتيش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه، ما تتخيرش عنها. يكون راحوا فين يعني؟ واحنا ايش عرفنا يا اختي؟ هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ابو سوكه دلوقتي. ايوه هي بتكلمني. ما اعرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كده هوت. لا رنت لا سلام ولا كلام والله. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا اقعد يا ابني المفكوك منك دي من هنا. مش معقول يا كوريا. انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيت يلمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. يا عمي بس انت عمي بتقولي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرالنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطه وما احنا نلبسها ذنب بنتها، انت كمان متربي على ايديها.
تزعليش منه يا دادا انتصار، معلش. انت بتكلمني انا كده عشان خاطر الست دي؟ انا اتكلمني كده يا عم عشان دي؟ دي اهانه انا اليوم كده اسمح بيها بعد اذنك يا عمي. زي لا شكرا. خير يا باشا. ايه ده؟ دي ارقام نجوان. انا عملت سيرش على الرقم ده لقيته في اليونان. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ انا قلت انك اول ما هتشوف الورقه دي هتقولي خلاص القضيه خلصت. برقم تليفون من اليونان نجوان اتكلمت منه يبقى القضيه خلصت. يا ابني احنا كده خلاص حددنا مكان مروان، خلاص كل حاجه اتعرفت، كل شيء خلص، الموضوع خلص وانتهى. سيادتك فاكر ان البوليس مش عارف مكان مروان؟ مباحث الاموال العامه اول حاجه بتعملها بتحدد مكانه على الكره الارضيه، وطبعا عرفوا ان هو في اليونان، واليونان مفيش اتفاقيه تسليم مطلوبين بينها وبين مصر. بلغوا الانتربول علشان يقبضوا عليه لو خرج، بس طبعا اخينا التاني مذاكر وفاهم كويس، ولو قرر انه يخرج من اليونان مش هيروح على بلد فيه بينها وبين مصر اتفاقيه تسليم مطلوبين. يعني ايه؟ يعني الورقه دي طز ملهاش لازمه؟ مفيش حاجه ملهاش لازمه بيه. بس سيادتك دلوقتي لازم تلحق تروح على فيلتك بسرعة علشان تتابع إجراءات التحفظ. تحفظ إيه؟ عرفت إنه من حوالي ساعة صدر قرار من نيابة بالتحفظ على أملاكك. أملاكي؟ أوعي يا سندس أوعي. أفندم. علاء عبد الحميد، رئيس مباحث اسم مصر القديمة. يا سيد بدوي، طول عمرنا أنا وهيدي بنتعامل معاك، إنما اللي حصل إن في حد غريب دخل بينا. تمام. الأصول والضمانات اللي القرض خرج قصادها كلها موجودة، ودي حاجة مش قليلة، دي فلوس، دي حاجة 10 15 مليون دولار. أنت جاي تلعب معايا نفس اللعبة تاني يا أبو طالب؟ مفيش لعب ولا حاجة يا باشا، اعتبرها تعثر زي ما أي حد بيتعثر. بعدين جدول القرض على 15 20 سنة، وسيب هايدي ترجع شغلها وتبدأ في سداد القرض بدل ما تتحبس. وفي كل الأحوال مفيش مليم هيدخل البنك. سداد إيه؟ العجز أكتر من 35 مليون دولار، أنت مدرك للرقم؟ ويعني إيه تتحبس؟ ويعني إيه مفيش مليم يدخل البنك؟ انت بتهددني؟ انا ما بهددكش يا باشا، انا بس بفهمك حقيقة الوضع. عن اذنك يا ابو طالب، انا عندي ميتنج مهم دلوقتي، شرفتنا. بس بقى، بس كفاية كده، بس بقى. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا، هي اصل البناية لسه جاية مصر بقالها كام يوم. بسكوت بسكوت يا باشا، عايشة في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوة بيها، احسن روحي تساعد، خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاجة. طب كويس بدأت تفوق اهي. مين فيكوا بقى كوري عبد العاطي؟ ايه؟ ايه يا سعادة الباشا اللي واقفة قدامك بتتصربط دي؟ وعاملة وهي وقربتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العمارة كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العمارة، حتى الست الغلبانة دي بتاعت الخضرة دفعت، انما هي منشفها رقنا. ومع ذلك كانت سعادة الباشا عندها محل لمؤاخذة كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قرابتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخة من هنا لهنا. شوفك نايمة في تربتك يا بعيدة. طب انت كويسة دلوقتي؟ احسن. كويسة، ابعد انت بس. ابعد عنها انت. مالك يا حاجة في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي؟ ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جرى يا حاج؟ معلش معلش يا باشا، هي اصلها تعبانه شويه. معلش خليك معايا خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح خمس اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي ارواح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح، انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايفه شايفه سعاده الباشا اللي اتأدبها وطولة لسانها؟ دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10,000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4,300، يعني مش ساكته.
بس لو الحكومة يعني مستعوقاني ولا شايفة اني مقصرة، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج دي راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه يا سعاده الباشا، ايوه احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدب الحي وهننتدب لجنه هندسيه تيجي تعين البيت، وهي اللي تقول لنا هو محتاج ايه وفي خلال قد ايه. لجنه ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جاي بدل المقاول ثلاثه وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه. شلها يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هما دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ اوكي. يا حلوه قوي دي. اقل حاجه. بس حلوه قوي يا مروان. وهي مروان نوراني حياتي. شوفوا وجودك عامل حس البيت ازاي. ربنا يخليك لي يا حبيبي. وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت؟ هي كويسة. قول يا حبيبي. تعملي ايه؟ لا ده مش كده، ده شوط واحد. ها؟ يلا تشيرز. انا مش عارفه ازاي كنت هتجنن وانزل مصر واسيبك. انت احلى راجل في الدنيا، وبعدين انا دلوقتي اتاكدت ان انت بتحبني فعلا. ميرسي يا حبيبي. لحقت انا فعلا بحبك، واكبر دليل على اني بحبك قلتهولك وهفضل اقولهولك. مين الانسان الوحيد اللي انا خدتها عشان تشاركني رحلتي وكل اللي انا بعمله؟ مش انت؟ الخاتم ده ولا حاجة، ولا حاجة. بحبك. ايه ده يا ساتر يا ساتر؟ مالك؟ تعالي في حضني كده، تعالي تعالي. الله عليك يا ورق العنب. انا ورق العنب؟ حبيبي طبعا. انا نفسي افضل في حضنك كده على طول، تعدي السنين وتعدي الأيام كده كلها. وأنا في حضن. وأنا كمان يا حبيبتي نفسي تفضلي في حضني كده لغاية ما تنامي. ها؟ أه حبيبي نم. الله عليك يا ورق العنب. I need a fake copy like this one. Okay. How much will it cost? 2000 euro. Nice. It's very nice. Thank you. Remember this? Of course. Do you want to sell it? No.
I want a similar one to make them earrings. But this is very hard. It's impossible. How can we find a piece like this? I'm ready to pay any price. Okay, Mr. Marwan. I promise you I'll do my best. Thank you. Remember. Sure. Thank you. Welcome. Bye. مروان انت جايبنا هنا ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. هبتي مش شرطه تفهمي، بس انا قلت لك طول ما انت مع مروان دايما كسبان اتفرجي كده واستمتعي. ماشي ادينا بنتفرج. واو ايه ده؟ ايه اللوحه الجميله دي؟ يا مساء الخيرات. يا اهلا وسهلا. اتكلموا عربي قلبي اتقطع يا جماعه، مش معقول انتوا منين؟ مروان ابو العرب من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا مدام. اهلا بيكم، نورتوا. شو جاي زياره ولا جاي تشتري عنا؟ يعني سياحه كده، وبصراحه انا اول ما بصيت للوحه ديت خطفتني. هي اللوحه دي بكام؟ والله هيدي اللوحه زين ما اخترت، انت مزوقه كتير. هذه اللوحه مش غاليه عليك، هذه بمليون يورو. عظيم. لا تستاهل، تستاهل فعلا مليون يورو حبيبي. وانا عنا الاوراق اللي بتثبت ان اللوحه اصليه وملكيتها من اول واحد اشتراها لحد ما وصلت عنا. هذا عظيم، انا هشتريها. بس انا كنت سمعت ان المعرض هنا بياخد يعني يا اما الكاش يا اما بياخد حاجه بنفس ثمن الكاش قصاد اللوحه. اكزاكتلي. لكن ده بيتم في اضيق الحدود، يعني بنبدل لوحه بلوحه. طيب انت منين؟ أنا من لبنان. طيب يعني إحنا عرب زي بعض. ولازم بقى تقدم لنا تسهيلات. إحنا هنبدل اللوحة دي بعربية موديل السنة دي موجودة برا قدام الجاليري، ويا ريت حضرتك تشوفها. هاتي الورق اللي معاكي ده. الورق، هاتي الورق بسرعة. أنا لسه شاريها لصديقتي من فترة قريبة جدا، يا ريت حضرتك تتأكد، ولو ينفع أحب أشتري اللوحة دي. حبيبي انت جاز شريها الحين؟ ايوه ما عنديش مشكله. انت مش لسه قايل حضرتك انا راجل مزواق؟ انا بقدر الفن وعارف ان لوحه زي دي فرصه، لكن العربيات عادي تيجي في اي وقت. شوف حبيبي، انا بدي اعمل 2 اتصال، واحد لصاحب الجاليري عشان اشوف موضوع البدل، وواحد لصاحب الاجانس مال كارما الحلوه عشان اشوف ملكيتها للسياره. تمام، انا ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه ان الورق يكون سليم. يا ولا ارحم نفسك بالسجاير يا ولا، صحتك هتروح منك يا حبيبي. ده انت لا بتنام ولا بتاكل ولا بتشرب ولا حاجه خالص، واخره المتامه طول النهار قاعد لي تسمع لي عبد الحليم حافظ وتعملها لي مندبه. على ايه يا اخويا؟ ده لا تسوى ولا تستاهل. مش تقول الحمد لله اللي جت من عندك يا رب وطلعت سكه الحريم مقفوله؟ ونشوف بقى سكه الشغل يا ولا، يمكن ربنا يكرمك زي ما كرم ابراهيم. يما سيبيني في حالي ورحمة أبويا. يما سيبيني في حالي. يما سيبيني في حالي ليه يا ولا؟ أنا كنت ماسكة في تلابيبك ولا في ديلك؟ ما أنا حاطة صرمة قديمة في بقي وساكتة وما بنطقش. يما أنا تعبان، أنا تعبان، وحياة سيدنا النبي. أدي راسك يا يما، سيبيني في حالي، وحياة سيدنا النبي تسيبيني في حالي. اللهم صل عليك يا حضرة المصطفى. هو حالك ده يعجب حد يا ولا؟ يعجب عدو ولا حبيب؟ وعشان إيه؟ عشان حتة بنت ممرضة لا راحت ولا جت؟ ما هو عمايلك السودا اللي انت بتعملها ده مخليه آلهة هم اللي يركبوا علينا ويتمططوا علينا. ارميها ارميها من ورا ظهرك يا واد، وبكره تشوف وتقول امي قالت. ايوه والله بكره ما في كلب ضربات من الكلاب الضاله ده هيشمها ولا هيتجوزها، وهتعنس ان شاء الله. ومش حلوه يا واد، لا حلوه ولا نيله، ده عامله زي اللي بلع عصايه ما اتقضمتش، جاتها 60 مصيبه. ده انت احلى منها يا واد، والله انت احلى منها. صدق يا امه. نعم عندك حق يا امه، انا هروح اقطع تذكره في البرج. اقطع لي معاك وارمي نفسي من فوق عشان اريحك، واسيب لك المكان ده يما. سلام يما. سلام. انا عايز اقول لك حاجه قبل ما امشي يما. نعم. ابويا لما اتجوزك يما ما شافكيش يما الا بعد ما خلفني. سلام يما. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده بالظبط. شوف خي مروان، مش معنى ان احنا جاليري انك ممكن تنصب علينا. نصب ايه؟ احنا عملنا ايه يعني؟ طب اهدي اهدي بس. احنا عنا امن وعنا سيكيورتي مش موجود في العالم، وعشان هيك كل هذه الحركات مرت علينا، والشيك مال المعرض بتاع السيارات اكيد بدون رصيد، واليوم اجازه رسمي للنيابه والبنوك، عشان كده الهانم السنيوره هتبات في الحبس. انا هبات في الحجز؟ ليه؟ هو احنا عملنا ايه يا مروان؟ وعندي خبر حلو كتير عشانك، الاجانس مال السياره بعت حد ياخد السياره، فبليز give the policeman the key of the car. ماشي. تفضل. بس لعلمك
انت هتدفع تمن كل كلمه انت قلتها عشان انت مش عارف انت بتعامل مين. مروان ده بيقولك ان احنا هنتحجز يومين. ما تقلقيش يا حبيبتي انا هتصرف معاه. بلاش ازاي؟ انا هخليهم يدفعوا التمن. يا عمي انا نفسي تسمع كلامي مره واحده. احنا نشوف محامي كويس ونعمل له توكيل قضايا بتاريخ قديم يترافع عن هايدي ويخرجها من اللي هي فيه. يا ابني نادر في حاله صعبه جدا، لازم نقف جنبه ونساعده. لو سحبنا منه القضيه مش هيلاقي حاجه يعملها وهيضيع مننا. انت هتجنني يا عمي، عايز تساعد نادر على حساب بنتك؟ لا طبعا، بس ما فيش محامي في الدنيا يقدر يطلع بنتي من اللي هي فيه غير نادر، وكذلك نادر ما فيش حد يقدر يطلعه من اللي هو فيه غير هايدي بنتي. عشان كده احنا بقى في النص، لازم نحل المعادله الصعبه دي. خد خد خد. مش عايز انا. انت حر بقى. الله انتصار. خير خير. في ايه؟ عاوز الله يخليك. تسلم يا ابو طالب بيه. سلامتك. تسلم يا رب. انا قلت اجيلك يمكن تكون عايزني في حاجه. عايزك في ايه بقى؟ تسلمي، مش عايز حاجه. اصل انا النهارده تعبت وانا في الشغل فروحوني بدري، وانا مروحه اول ما وصلت عند البيت لقيت الدكتور نادر نازل من عندنا، جريت وراه عشان احصله ما لحقتوش، فطلعت فوق سالت ابو نجوان قال لي ان هو ما جاش كان بيكذب علي. قلت اجيلك يمكن تكون وصلتك اخبار عن نجوان. طمني طمني الى يسترك، انا قلبي بيتقطع قلبي. نادر عند ابو نجوان؟ وابو نجوان بيكذب وينكر وجوده؟ طب ليه؟ ما انا قلت لك قبل كده يا عمي نادر ده وراه قصه طويله. انا مهندس لكن افهمها وهي طايره. انت جننت يا ده يا سوكا؟ عايز تنتحر وتموت كافر؟ هو الواحد عايش ليه؟ عشان ياكل ويشرب ويشتغل وربنا يكرمه باللي بيحبها. طب انا عايش ليه بقى؟ يا سوكا ما تكفرش بعيشتك واللي خلقك. ثم ان معلش برضك ما تاخذنيش، يعني المغنى ده مش شغلانه برضك. اصل يعني فكر نفسك هتبقى مين؟ تامر حسني ولا نانسي عجرم؟ يا عم مش وصلك انت للناس دي يا عم. بقول لك ايه؟ بص اسمع مني، شوف لك اي باب رزق تاني تاكل منه عيش عشان ما تروح تتقدم لهجر ولا غيرها، ما حدش يقول لك بيم. انت برضه كوريا اشتغل اشتغل اشتغل، انا مش هشتغل على الشغلانه اللي بحبها، ومن الاخر كده انا بحب الغنى، ومن الاخر كده انا نفسي ابقى زي الفنان الكبير تامر حسني او نانسي عجرم. خلاص ماشي، بس ما ترجعش بقى تقول جاي لما الدنيا تدب فيك وتدب فيها. بقول لك ايه؟ ما حدش بياخد كل حاجه. عايز تعيش زي الناس يبقى تعمل زيهم، عايز تعيش بدماغك يبقى ما تكبرش بقى مخليه ربنا يعيشه على هواك. انا مش عايز حاجه من حد يا كوريا، هي بس البيت هاجر شقلبت حالي، خلت دماغي تحت ورجلي فوق، ومش صراحة مش عارف اعمل ايه. معاك حق الصراحه، يا بنت جدعه وتستاهل، بنت بلد. هي مجد بنت بلد، فهي بنت بلد وجدعه زيك، بس بقول لك ايه؟ انا مش هسيبها. ومن الاخر بقى اهدي بصراحه، اللي واحد يموت على فرشتها وهو مطمئن. ماشي يا عم الحبيب، موت على فرشتها وانت مطمئن. يا مطمئن. تعالى يا كداكي تعالى. تعالى ما تتكسفش. مساء الجمال والفرفشة يا إدارة. أهلا يا طاعون، إزيك؟ اقعد يا هيمة، أنت وأنا جايبك أخطب لك، إيه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير. هيمة ابن منطقتي وأخ أصغر ليا. ما أنا شفته إمبارح. حتى بالأمارة كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير، القلق ده أنا ما أحبوش، حتى بالأمارة أنا أول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت. احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير، هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا اقعده، الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف، صاحبك وضيفه كاب على راسه من فوق، مره يعني كده ولا حاجه مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا، مش لمؤاخذه مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي؟ هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي، واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص دخله المطبخ نجربه. لا مطبخ ايه يا كبير؟ ما تفنيش بالحياة، ابوس ايدك، ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله، ان شاء الله تشغلني رقاصه. نادر اخر حاجه ممكن اتخيلها ان نادر يكون له علاقه بالموضوع ده. يا سلام، ما انا كنت شاكك فيه من اول لحظه، الباشا مجمد القضيه وما بيحركهاش خالص. بس انا خلاص ما بقتش قادره اثق في حد، حتى انتوا مش قادره اثق فيكم. انا مش عارفه اصلا انتوا معايا ولا ضدي، مش عارفه انتوا بتكلموني بجد ولا بتضحكوا عليا، انا حاسه ان انا خلاص هتجنن. ممكن تهدي شويه يا هايدي؟ ايه يا هايدي، يعني احنا هنكون يعني ضدك مثلا؟ اكيد احنا معاكي، ده انا قومت محامي كبير قوي وهو طمني وقال لي هيبص على ورق القضيه وان شاء الله هيلاقي حل. بعد ايه؟ ما خلاص، ما
مفيش فايدة. عندك حق تشكي في الناس كلها، بس إلا إحنا يا هايدي. عارفة ليه؟ عشان إحنا بنحبك وهنقف جنبك لآخر لحظة. يلا لازم أمشي بسرعة لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلاقيني في البيت. يلا هايدي أنا ماشي، خدي بالك من نفسك ولو احتجتي أي حاجة أنا موجود. باي باي. باي باي يا طارق. يلا خلي بالك عليك. نتجوز يا واد. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه الله يرحمه. هو انت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى، من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه، متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهمه عندك؟ وبعدين انت بتطردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا ابدا مفيش حاجه. وبعدين اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك. Hello, Mr. Marwan. I have two news for you. One is good and one is bad. Did you get it? Yes, we found one identical to the one you have. It's with an Italian broker. He bought it from an ex-prime minister. What's the bad news? The bad news that he won 2.5 million euro for it, which means 1.5 million euro more than the one you bought. It's too much. But it's okay. Buy it. So you want me to buy it, okay? We'll buy it right away. At your service all the time. Thank you. Thank you, Mr. Andrew. Goodbye. Hello? Good evening, Mr. Marwan. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh, no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million. And then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لكم. يلا مع السلامة يا معلم. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منورة بأهلها وأنتوا أهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده إن الصفقة دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. إيش هالحكي اللي تقوله يا أستاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يرمي؟ لا بتكلم بجد. أصل بص أقول لحضرتك حاجة، إحنا دايماً كمصريين متعودين نشرب كوباية الشاي خفيفة مع سكر زيادة، فدايماً تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى أنا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعة اللي يعمل كوباية شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2، لكن تقول إيه بقى المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين أنتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. أنتوا أحلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك. بس ايه بقى لما بتحصل أزمة السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. طيب استأذنك دقيقة واحدة. اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك. مش شايف ان هو قاعد يبص لي بصات سخيفة جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك ليسمعك. بعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخدك مني. خليه ماشي في سكته والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بابا انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ حاضر. وبعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه، كله الا اللمس. ليه؟
عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفك فك. حاضر استاذ مروان. ايوه صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله ان شاء الله. قول ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. اعوذ بالله ده راجل سخيف قوي. لا خالص جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفه ليه؟ عشان معجب بيكي شويه يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. انا نفسي افهم حاجه، انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده، يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعده. وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عامله زي المغناطيس، بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. مروان انا نفسي اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول. ليه؟ ماما تعبانه جدا وجالها فشل كلوي وخايفه لا يجرى لها حاجه. انت بتقولي ايه؟ اتجننتي؟ انت عرفتي من ايه؟ ما انا اتصلت ببابا. يخرب بيت ابوكي! وكلمتي من ايه؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي ها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلنا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني، لان ده لو حصل هقتلك. حاضر. انا اسف. هقتلك يا رجوان. انا اسف والله. هقتلك. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ قادر اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جدة هامدة هني؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. واخري انت الثانية. اهدى اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى حرام عليك، كفاية من ساعة ما عرفت موضوع السفينة وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع انت فاكرني انا اهبل ولا بريالة؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس الاثنين مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس اهدى وتعالى اقعد اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس اهدى اهدى وتعالى اقعد تعالى اقعد. ما تفهمنيش انت بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس بس يا نجوان. لا 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 ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين فهمني مو فاهم شيء أنا. هفهمك بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إليه راجعون واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعه. لا صحيح يا حبيبي.
هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي، عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه ال 2 مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر، ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش انت عملت ايه بالظبط. انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنه سكر ب 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر وضربني على قفايا. قمت رايح لشركه التامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب تانية تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا، وقمنا مرجعينه لاصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق، فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا ماسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر، هيلاقيها مسكره. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التامين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاك ومش ضدك، ولا كنت ضحكت عليا. بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب ولا. صدق يا أخ مروان أنا أحب مصر. لا مو بس أحبها، أنا أعشق مصر. لازم بالسنة مرة مرتين لازم أزور مصر، أتمشى بشوارعها، أكل بمطاعمها، أركب فلوكة في النيل. لكن أنت للأسف معتقد أن كل الناس أغبية وأنت الذكي، كل الناس عميان وأنت المفتح، صح ولا لا؟ اسمع يا شيخ قاسم، خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هيلاقي دفتر شيكات، خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي انت عايزها، بس خلينا نخلص. ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم غبياء وانت الذكي. يا اخ مروان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انا لا اقبل الشيكات، اقبل فلوس نقدي. يوراهاتي كلها لازم تجي قدامي. يورو ينطح يورو. نجيب لك كاش منين؟ خلاص خلاص انا هقعد معاك هنا لغايه ما تصرف الشيك، بس هات لي دكتور بسرعه. سمعوا، جيبوا له دفتر الشيكات، يعطيكم الشيك وتصرفونه. انصرف الشيك كان بها، اخذوه وقطوه باي صفيحه زباله، واذا ما انصرف الشيك خلصوا عليه. تصدق يا اخ مروان انا احب مصر. لا مو بس احبها، انا اعشق مصر. لازم بالسنه مره مرتين لازم ازور مصر، اتمشى بشوارعها، اكل بمطاعمها، اركب فلوكه في النيل. لكن انت للاسف
معتقد ان كل الناس اغبياء وانت الذكي، كل الناس عميان وانت المفتح، صح ولا لا؟ اسمع يا شيخ قاسم، خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هيلاقي دفتر شيكات، خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي انت عايزها، بس خلينا نخلص. ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم اغبياء وانت الذكي. يا اخ مروان، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انا لا اقبل الشيكات، اقبل فلوس نقدي. يوراهاتي كلها لازم تجي قدامي، يورو ينطح يورو. ما جاب لك كاش منين؟ خلاص خلاص، انا هقعد معاك هنا لغايه ما تصرف الشيك، بس هات لي دكتور بسرعه. سمعوا، جيبوا له دفتر الشيكات، يعطيكم الشيك وتصرفونه. انصرف الشيك كان بها، اخذوه وقطوه باي صفيحه زباله، واذا ما انصرف الشيك خلصوا عليه. تعال خدي خدي يا عجله. شوكولاته؟ بتضحكي على اخواتك بحتتين شوكولاته بخمسه سته جنيه وسايبه الفلوس والملايين بره جايه تجر خيبتك وراكي؟ لا شفنا حاجه من اللي بره مصر ولا اللي جوه مصر. كان لازم ايه اللي عملتيه ده كله؟ خربتي علينا كلنا وخربتي على نفسك اولنا. ليه يا بنتي؟ بعتي الناس اللي كانوا شارييننا بالغالي، بعتيهم انتي بالرخيص، شردتي بنتهم الغلبان، خليتيها يا حبه عين امها هربانه زي المجرمين وقتالين القتلة وتجار المخدرات. ليه نكدتي على ابوها عيشته؟ رطبت امك، قطعتي عيشها، وفي الاخر هديكي غرقانه اهو. في حد واقف جنبك؟ ردي علي، في حد واقف جنبك؟ كان عليكي بايه من ده كله؟ ايه يا ماما؟ هو انا ملياش نفس ان انا ابقى بني ادمه زي الست هايدي ولا ايه؟ زيها في ايه؟ زيها في ايه؟ ما البنيه كانت بتعاملك زي اختها واكتر. زي اختها واكتر ازاي؟ لما كانت بتديني هدومها وجزامها القديمه؟ ولا لما كانت بترميني بقيه اكلها؟ ولا لما بنبقى قاعدين وسط صحابنا كده في الجامعه وبتعاملي على اساس ان انا بنت الشغاله بتاعتهم، وبعدين بتقعد تتقسم لي كده بتمثيل؟ انا عمري ما هنسى، وانا عمري هندم على اللي عملته فيها. يا ساتر يا بنتي، جبت الجحود ده كله منين؟ جحود ايه يا وليه خرفانه انت؟ بنتك عارفه مصلحتها كويس وراشقه فيها، بس هي طالعه فقريه زيك ما بتكملش للاخر. وكمان انا مش غلطانه معاها في حكايه مروان، هي اللي مش ماليه عيني من ساعه ما كانوا مخطوبين وهو بيقول لي ان انا احلى منها. انت عارفه هما كانوا بيرقصوا مع بعض، عيني ما نزلتش من عليا، ومن ساعه ما رجعوا من شهر العسل وهو بيكلمني وبيخرج معايا اكتر ما بيخرج معاها. ايه يا ماما؟ انا بني ادمه وحبيته، ما انا طول الوقت متعوده باخد الحاجه اللي الست هايدي استعملتها، جت على مروان يعني؟ انت تقدم لك الدكتور ناك، هو بسم الله ما شاء الله احسن مليون مره من مروان زفت ده. نادر ده مش مغري بالنسبه لي، ما هو كان قدام الست هايدي وما بصتلوش، بس مروان بقى خلص لي كل اللي عملته فيا، وحرق دمها وحرق قلبها زي ما حرقت قلبي ودمي بفلوسها وبتصرفاتها، ومخلياني طول الوقت انا ببص عليها زي المحرومين. انا على فكره مش زعلانه ولا عمري حزعل على اللي عملته فيها. انتوا ايه، تهرجوا صح؟ نهرج ازاي يا سعاده البيه؟ احنا جايبين لك معلومات مهمه لقضيه هايدي اللي حضرتك ماسكها. حضرتك بنتك هي اللي مطلوبه وهربانه، وجايه تقول ان في واحده ما عليهاش اي حاجه وصلت مصر وعايزنا نروح احقق معاها. هو سعادتك لمؤاخذه مهمتك في الحياه انك تقبض على هايدي ولا تحقق العداله وترجع الفلوس المتهربه؟ يا سربيه، احنا جايين نقدم لك خدمه، مش عاجباك تقول لنا شكرا، عاجباك تقول لنا برضه شكرا، عشان احنا بنساعد البوليس. شكرا، اتفضلوا. احنا عارفين شغلنا كويس وعارفين مين دخل مصر ومين خرج بره مصر، ومفيش حاجه بتعدي علينا، وهايدي هتتجاب يعني هتتجاب، فلو بتحبوها قولوا لها احسن تسلم نفسها عشان ده هيحسن موقفها في القضيه. شرفتونا. Where am I? يا
hospital. Thanks God you're alive. زكا ده سوكا. اهلا كبداكي. من بعيد بس عشان راح الشغل والريحه. ماشي يا كبير، وحشتني. بلاش نقعد مع بعض يعني زي زمان. طب والنبي عامل لي رغيفين عشان علق لي بطني من الصبح. تأمرنا كبداكي. العربيه عربيتك واللي عايز اخدها تحت امرك يعني. انت بتظبط مع كوريا ياد؟ مظبط؟ يعني ايه لا مؤاخذه مظبط؟ يعني في بينكم لغايه وحاجات كده. لغايه؟ يا نهار ازرق ابراهيم. في حد يبص لاخته يا جدع؟ ده لو اخر واحده على الارض يا جدع عمري ببص لها. اللي بص لاخته يبقى ابن حرام. على فكره بقى اللي عيب لك في دماغك شكله ما بيحبكش. ايه ده؟ استنى، مين دي؟ بقول لك ايه؟ دي تشبه جمالات قريبه كوريا. غروب سيدة الأعمال هايدي أبو طالب وزوجها الإعلامي مروان أبو عرب بعد استيلاهما على 50 مليون دولار. تعالى بنت يا شماغ اغسل لي شعرك وقول أحسن حاسة إنه بياكلني. حاضر يا ست. اطلعي بره يا شماغ وما تدخليش حد علينا. حاضر. يو هو إيه أصله ده؟ استني أنا بنت. اطلع انت بره يا هيم والمصحف لصوت ولم عليك امه لا اله الا الله. اطلعي بره يا بنت. يو انت عاوز ايه؟ نعم يا صبتي. حد حد عرفت مين فينا يا بنت اللي بيلعب من ورا التاني؟ طب بذمتك انا عملت ايه؟ قلت لي عايز اتجوز يا هيما، قلت امين. قعدت ادور على شغلانه يا كوريا عشان الم فلوس الجواز، ما لقيتش قدامي غير شغلانه الكباريه، وما قلتلكيش يا كوريا عشان ما ازعلكيش، ما كفرتش. بس انت برضك كدبت يا هيم. كدبت بس عشانك. مش انت اللي وقعلي على واحده معاها 50 مليون دولار ومكتمه على المصلحه؟ 50 مليون دولار يا كوريا دول يشتروا محافظه، ومره تفتحي لي كوافير، ومره تدفعي لي فلوس تنكيس البيت، وانا هيما خطيبك اللي هيبقى جوزك ابو عيالك تكدبي عليا وتقولي لي دي جمالات بنت خالتي؟ عاوزه تكبشي الكبشه لوحدك يا كوريا؟ اكبش عيوني لتقيه انت ولا فاهم حاجه؟ طيب اديني هو يا كوريا قاعد مرزي قدامك لحد ما افهم كل حاجه من طقطق لسلام عليكم يا اما وديني. هطلع من هنا على الاسم. لا اسم، اسم ايه ده؟ 50 مليون اخضر ده، انا هطلع من هنا على المديريه ويا نعيش عيشه فل يا كوريا، يا تولع بجازة علينا احنا الكل. خلاص خلاص هقول لك. مين البت دي؟ الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطري يا سوكا خليه يجي يتبرع لها بالدم. الست حالتها خطر قوي. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله يا استاذ ابراهيم، اصل تعبناك معانا، بس انت شايف فصيله دم ماما نادره جدا ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده ابدا، ربنا يقومها لك بالسلامه. الله يخليك. بس انت اسمك حلو على فكره، نجوان. مرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقالكيش كتير بره مصر. شكلي كده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. ايوه اصل انا ما قعدتش بره مصر كتير. انت تعرفي واحده اسمها هايدي ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايدي ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي. منوره مصر يا نجوان. ممكن افهم بقى ايه الحكايه بالظبط؟ انا هحكي لك على كل حاجه، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. انا بحبك يا علاء. انا هجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك أو اللي ممكن تيجي في دماغك. أنا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبة كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وأنا أنت مين؟ أنا هايدي. هايدي أبو طالب. النصابة؟ لا يا حضرة الضابط، مش النصابة. أنا هايدي أبو طالب البزنس وومن المحترمة، صاحبة واحدة من أكبر شركات السياحة في مصر. أنا هايدي اللي غلطت غلطة واحدة بس في حياتها، إنها حبت راجل وأمنت له وادت له كل حاجة
قلبها وعقلها وفلوسها، فضحك عليها وخد قرض باسمها وخانها مع أقرب صاحبة ليها وسابها وسافر. أنا عارفة إن الناس بتقول عليا نصاب وحرامية كمان، وعارفة إن البوليس بتدور عليا، بس دي مش الحقيقة. الحقيقة إن أنا ضحية، خسرت كل حاجة مرة واحدة، بيتي وفلوسي وحياتي وصاحبتي وأكتر راجل حبيته في عمري، ولقيت نفسي مجرمة وهربانة من العدالة. طب لما أنا نصابة ما سألتش نفسك أنا بعمل كده ليه؟ مجنونة يعني؟ إيه اللي يخليني أسيب كل حاجة واستخبى في حتة زي بطن البقرة وأسيب اللي يسوى واللي ما يسواش يتحكم فيا؟ وكنت سافرت معاهم، كنت خدت الفلوس ورحت صرفتها في أي حتة في العالم. أنت مش ضابط؟ مش بتشك؟ مش بتحلل؟ قولي بقى، من ساعة ما عرفتني شكيت إن أنا نصابة؟ طب لما أنا نصابة حبتني ليه؟ أنا بسألك، قولي أنت شايفني نصابة؟ بسألك يا علاء، جاوبني، أنت مصدقني ولا لأ؟ مش مهم أكون مصدقك أو لأ، لأن حتى لو مصدقك أنا بشتغل ضابط مباحث، مفيش حاجة قدامي أعملها دلوقتي غير إن أقبض عليك. يعني إيه تقبض عليا؟ يعني أنا بقولك كل اللي بقوله لك ده عشان تقولي أقبض عليكي؟ طب لما أنا نصابة ما طلعتش معاك ليه عند مامتك واتجوزنا على إني جمالات، أو ضحكت عليك وقلت لك مفيش نصيب ومشيت؟ أنا بحكي لك كل اللي بحكيه لك ده باعتبارك الراجل اللي أنا حبيته، مش باعتبارك ضابط المباحث. أنا من ساعة المشكلة اللي حصلت لي ما اطمنتش لحد غيرك ولا وثقت في حد غيرك. أنت الوحيد اللي أنا حسيت إن هو ممكن يقف جنبي ويساعدني، تقوم تقولي أقبض عليكي؟ كوريا، الساعة كام في ايدك يا ست هاني؟ اسمعيني اسمعيني يا كوريا، علاء عرف كل حاجة عني. يا نهار كسود ومنيل، وانا مش هعرف ارجع الحارة عشان هو عايز يقبض عليا. طب هو عرف ازاي موكوس؟ بعدين هبقول لك بعدين. انا دلوقتي في شارع اسمه شارع بيروت في مصر الجديدة، مش عارفة اتصرف ازاي ولا عارفة اروح فين، وهو عمال يتصل بيا طول الوقت، فانا لازم اقفل الموبايل. طب بقول لك ايه، عارفة جامع مصطفى محمود؟ روح اقف هناك، اقف قدام باب الجامع واقفلي تليفونك واستنيني هناك، انا هكلم خالي ونجي لك على طول ناخدك على اي حته. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا بنت، ما تخافيش يا جول، انا جاي لك على طول، مسافه السك. سلام. انا سبت البيت وقعدت في بنسيون، وعلى فكره انا لقيت شغلانه سكرتيره في شركه توظيف عماله في الخير. والله يا نجوان يا خير ما فعلتي، او برضو احسن بالقعده مع ابوكي الاهبل ده. انا اسف بس اصله غريب قوي، ده قال كلام قدام الاطفال ما ينفعش يتقال، ده انا اتكسفت. اخبار الفلوس ايه؟ سيبك انت من حكايه الفلوس، انت شكلك بتحلم. بص بقى يا ابراهيم، تعرفش تلاقي لي بيعه حلوه للتليفون ده؟ عايزه فيه كام؟ ما اعرفش، بس مش عاوز اخسر فيه كتير. يا نهار ابيض، ده رقم من اليونان. رقم من اليونان؟ ومين اللي معاه رقمك في اليونان؟ لا اصل هي، اصل ده مش تليفوني، ده رقم مروان اللي في اليونان. تلاقي حد بيكلمه وعاوزه في حاجه ومش عارف ان التليفون معايا هنا في مصر. ممكن يكون عايز مروان عشان خاطر الفلوس او نطلع منه مصلحه. هو انت ما فيش دماغك غير الفلوس؟ يعني لو حد في اليونان وعاوز مروان في حاجه هنطلع منه مصلحه ازاي واحنا هنا في مصر؟ مش عارف مش عارف. طب ردي ردي بس ونشوف بعدين. ردي مين؟ شوفي مين وعايز ايه. ردي ردي يلا، انت ما عندكيش حاجه تخسريها. رد. حاضر. الو مروان، انت بتعمل ايه متخلف انت؟ قالي بقى يا اما عشان تتكيفي دلوقتي، هو اكيد هيكلمك تاني، قولي له الخط قطع. ولو سالك انت فين قولي له انا لسه في اليونان، بس لما خطفوك انا خفت وهربت على اي محافظه بعيد ولا حاجه ومسافه السكه وهبقى عندك. ردي. هقول له ان انا في اليونان ليه؟ اتقالي يا اما على الصبر، اتقالي يا اما على الصبر عشان افهمك. ردي ردي ردي، انا هفهمك على كل حاجه بعدين. لا انا لا هرد ولا هقوله ان انا مسافره ولا ان انا في اليونان. نجوان انت مش خسرانه اي حاجه يا ماما، ده ابوك اللي هو ابوك شايفك شمال وكرشك. ردي. الو ايوه يا مروان.
ايوه يا مروان انا سامعاك. تفتكر ان انا بعمله صح ده يا ابراهيم؟ صح الا صح ده صح الصح يا ماما. تعالى ابراهيم. ايه؟ انا مرعوبه من مروان خصوصا بعد اللي حصل له ده. انا مش عارفه هلاقيه عامل ازاي. قلنا ما تخافيش يا نجوان، انت اهم حاجه بس اول ما توصلي بلي في موضوع ان انت لسه كنت في اليونان. وولعي في ام الباسبور عشان ما اعرفش ان انت سافرتي. ها وايه لازمه ده كله؟ لما نرجع ومعانا 50 مليون اخضر هتعرفي ايه لازمته. ماشي يلا يلا اهي يلا خد يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدي بالك من نفسك. ها ماشي. يلا مع السلامه. بقول لك ايه ما تنسيش الا ها. يلا ماشي. يلا باي باي. باي باي. الف سلام عليك يا حبيبي. انا اول ما رجعت وشفتهم بيخطفوك خفت بصراحه وحسيت نفسي ان انا تايهه وخفت لا يخطفوني انا كمان او يعملوا فيا اي حاجه. عشان كده اضطريت اهرب. رحت جريت اخدت القطر وطلعت بره اتينا وقعدت عند ناس غلابه كده. انا قلت اوفر على قد ما اقدر عشان ما كانش معايا فلوس كتير وما كنتش عارفه هفضل هربانه لغايه امتى. شفت بقى يا نجوان انت من غير ما تسويش حاجة. ما انت اغلى حاجة في حياتي. حاولت اكلمك كتير على نمرتي عشان دي كانت النمرة الوحيدة اللي انا حافظها بس ما كانتش بتجمع. ما هو بصراحة انا خفت لا يعرفوا مكاني بالتليفون عشان كده كنت اغلب الوقت قافلاه. عايز اروح الشقة بقى. زهقت من قعدة المستشفى دي. خلاص اهدى احنا ما نروح. عايز اعرف جسم الكلب ده فين عشان ادفعه الثمن غالي قوي على اللي عمله. انا خلاص هموت واشوفه قدامي عشان اطلع روحه في ايديا. خلاص بقى انسى جاسم ده وخلينا نشوف حياتنا. كل اللي عملته في حياتي ده كوم واللي هعمله في جسم ده كوم تاني. هخليه يتمنى الموت بدل المرة ألف. أشوفه بس أشوفه. أنا جوال يا حبيبة قلبي. صدقني كنت لسه بفكر فيكي وربنا وحشاني. وأنت كمان وحشتني قوي. طب انت بتروح لماما بتطمن عليها؟ طبعا ده انا بروح لها كل يوم يا نجوان. ضمك دي زي امي بالظبط. طب انت عامل ايه وهتيجي امتى؟ انا عامل الصح. قدمت على فيزا وقاعد بدبر في القرشينات بس انت عارفه بقى الدنيا صعبه. طالبين رصيد بنك وجواب من الشغل وحاجات كتيره كده بس انا شغال ما تقلقيش يعني. ياه انت شكلك كده هتتاخر. والنبي يا ابراهيم حاول تعمل الحاجات دي كلها بسرعه. لا عيب عليكي، انا موصي واحد شغال في شركه بترول هيجيب لي جواب ان انا شغال في الشركه. والفلوس دي اهو بجمع حته من هنا على حته من هنا. ما تقلقيش انت بس شويه وهتلاقيني قدامك. طب والنبي يا ابراهيم بسرعه عشان انا بقيت خايفه من مروان بعد اللي جاسم عمله فيه ما بقاش طبيعي خالص. وانا خايفه لا يتهور ويعمل حاجه ويورطني معاه. في اسرع وقت والنعم. بس انت عقلي كده. نجوان اوعي تشككيه في اي حاجه عشان لما اجي الشغل يبقى على نظافه. على فكره يا دينا كانت اكبر غلطه ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا. المكان في منتهى الخطوره عليها. ليه بس يا نادر؟ هو اصلا مفيش حل تاني والبنات مشوا مننا من اكتر من ساعه ومفيش حد زي ما انت شايف. وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلت لي ان خلاص المراقبه اتشالت؟ في ايه يا نادر؟ ايوه المراقبه اتشالت بس ما ينفعش ننسى انك مطلوبه. خلاص يا نادر احنا بقينا هنا. المهم هنشوف هايدي هتروح فين. ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه. ايه رايك فيه؟ حلو مش كده؟ مش فورتيكا يعني. وقلعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي في روح عنه على الاقل ريحه خفيف كده. بس بقول لك ايه؟ هو معاه حق برضك. انت ما كانش المفروض تسيبي شقه الرقاصه. يا بنت هتضيعي روحك عشاني. ماله؟ انت ليه ما عملتي كده علشاني؟ وانت ايه ده؟ وانا اي حاجه اعملها تنقشيها ولا ايه؟ انت هتجيبي روحك ليا؟ هو انت مش هتبطلي؟ طب خلاص عبطل. بقول لكم ايه؟ ريحوا دماغكم، انتوا من اول كده لا بتعرفوا تحلوا ولا تربطوا. انا خلي شكر راح ودي سندس عنده ودلوقتي هجيب سوكا ويجي. هنقعد احنا مع بعضينا نمخمخ لكم كده في مكنه حلوه تبقى نظيفه ومش متداسه ونداري فيها البت جولي. ريحوا انتوا قلبكم بس. يعني ايه مكنه؟ يعني مكان.
برافو عليك يا كوري، هو ده الكلام. ايه اللي برافو عليك دي؟ وانا في الروضه؟ وبعدين ثم تعالى هنا، احنا من ساعه ما قعدنا وانت راقبني كده، ايه هتاخدنا اربعه في سته ولا تعمل لي بطاقه؟ وبعدين بقول لك ايه، انت تبع مين في القعده الحلوه دي بقى بالصلاه على النبي؟ ايه بقى ده الدكتور نادر المحامي بتاعي. دكتور على نفسه يا اختي، ما بحبش الرجاله تقعد تفصص في الحريم كده وهي قاعده. ايه هياخدني كاتش فين؟ البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان. مين دي؟ كوريا؟ ايوه كوريا. المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الاول، وبعد كده هشرح لكم كل حاجه. انتوا ان شاء الله طول البعض. بقول لكم ايه، انا اخلع فيلتكم السودا دي. ما تهدي بقى يا كوريا، خلينا نفهم في ايه. يا انسه كوريا، نادر لا يمكن يضرك، اوكي؟ لا انسه ده اهدي بس يا كوريا. انت قصدك ايه يا نادر؟ احنا مش قلنا ان مروان نقطه ضعفه الفلوس والستات؟ كوريا اتغيرت 180 درجه في ساعتين زمن بس. مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شويه واخدنا معاها شويه وقت ممكن تكون النتيجه ايه؟ تنظف مين يابا؟ يا اختي مين ده؟ بقول لك ايه؟ يا كوريا سلام عليكم. يا كوريا دكتور نادر ما يقصدش. يا انسه كوريا دكتور نادر احنا لسه هنتكلم عن الشغل. في ايه؟ ده العالم دي؟ ده بيقول لك تنظفها وليه؟ وانا كنت معفنه؟ انت عالي بس يا كوريا. دكتور نادر ما يقصدش. استهدى كل ده يا شيطان. استهدينا. اقعد يا كوريا. اقعدي اهدي. ما يقصدش. ما يقصدش في ايه؟ طب اقول لك ننظفها ليه وانا معفنه؟ المهم وانا وسوكا واحنا جايين في الطريق عرفت ان خد شقه جديده بشارع الهرم جنب الكباريه عيدل بالظبط. يا ريت بس ست الكل هايدي يا ريت تشرفينا وتقعد يومين كده عند امي، واذا كان عليا انا ممكن اقعد في اي بنسيون يعني. يعني معقول يا سوكا هتسيب شقتك علشاني؟ انا بصراحه ماليش في الشقه اللي فيها السيراميك ديت، يعني بيجي لي منها قرشه نفس يعني. وبعدين انت اختي كبيره وبصراحه انت تعبت كتير قوي قوي. اقول لك حاجه بس يا رب تستحمل امي. لا نهار اسود بلاش امك يا سوكا. لا امك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالظبط. ونوال لو عرفت جون لفين هتسلمها محاره وحلوه. نوال من الاساس ما تعرفش ان احنا سيبنا الحاره، واذا كان على امي ب 200 جنيه ممكن تقعد في الشقه ما تخرجش لمده شهرين. بس ست الكل تقول امين. كتر خيرك يا سوكا، احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. انا اللي مش عارف اقول لك يا استاذ، بس بلاش كتر خيرك ديت يعني، ده اقل واجب نعمله يعني. كده تمام يا جماعه، خلصنا موضوعك يا هايدي. نتكلم بقى على موضوع كوريا. السلام عليكم يا ابو نجوان. وعليكم خير. راجعين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسه نجوان. مفيش بح. هو ايه اللي مفيش؟ ايوه طفشت. طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب حس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان. كده اهو اتفضلوا. ما كمل الاول. ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه بالراحه. لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقه ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجه بتغلى زي الحشيش. انا ادفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس اشوف الوصل الاول. ما تهزاش يا سعاده الباشا، فيش هززان ولا نيل. الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله والله انا عامل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجه زهره كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. اهو يعمر بيتك اهو. شيك اهو العلوان اهو. اديني الشيك بقى. اديله. هتوحشني قوي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك اعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكا. فيه ايه يا كبداكي؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت واد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتك؟ ما تفوق كده يا سوكا، شوف شغلك. ده لو كانت ضربة مطوة كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه؟ امسك يا سوكا. دول 20,000 تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكلوا عليكم سلوم، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكا. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شوية عيوب، بس احلى حاجة فيك ان قلبك ابيض. يلا. هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله. محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. بس بقى. سلامك ابداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل، مع السلامة يا مصر. يلا حبيبي
بالراحة كده. أيوة بسم الله. هو أنت مستني حد؟ لا، خش أنت نام أنا هشوف مين. خش. طيب مصر القديمة وشنطة الهانم زي ما هي، مش ناقصة دبوس إبر. انت بقى ترى سرقت الشنطة من الهانم والبوليس جري وراك عشان تجيبها مش ناقصة دبوس إبرة؟ لا، أصلا أنا كنت مفكركم خواجات، بس لما فتحت الشنطة ولقيتكم مصريين قلت لازم أرجعها. عرفت العنوان إزاي؟ لقيت الوصل ده في الشنطة وفيه العنوان. كبداكي ما يعدش في بلدياته في الغربة أبدا. لكن عادي يعني، كبداكي يتسعر بقى في مصر. يا باشا في مصر العيشة ضيقة، لو ما عضتش في اللي جنبك اللي جنبك هيدوسك. بس أنا هنا جايالك مش جاي أعض. ماشي يا كبداكي. هاي خد يا كبداكي، أدي القرش اللي كنت هتاخده في الحرام هتاخده في الحلال أهو. لا يا باشا، حد الله ما بيني وما بين الحلال، أنا مش عاوز فلوس. ما أنا عايز إيه؟ أنا عاوز أشتغل معاك. تشتغل ايه؟ يا باشا انا عاوزك تعتبرني زي اخوك الصغير بالظبط. انا تعبت في الغربة دي قوي وشفت الموت بعيدي من ساعة ما جيت، لا عارف الفوق في شغلانة ولا عارف اطلع بأي مصلحة. انا اساسا يا باشا طباخ مش حرام، ومعملتش الموضوع ده غير مرتين. المرة التانية طلعتوا مصريين، قلت انا وقعت بالسما وانتوا استلقيتوني. لو تشوفني اي شغلانة معاك يا باشا ان شاء الله امسح لك الشقة دي. وبتفهم في ايه تاني غير الطبخ يا كبداكي؟ اي حاجة، شوف اي حاجة. افضل مستني سعادتك تحت البيت 24 ساعة، لو عوزتني في اي حاجة خدمك 100 سنة. بقول لك يا باشا، انا بقالي يومين ما اكلتش وجعان قوي، ما عندكش اي حاجة تتاكل؟ يعني لو شوية جبنة براميلي كده، شوية طرشي. خش. الله يكرمك. انت حكايتك حكاية. يا رب يا ساتر. يا نجوان. ايوه انا هنا. مبروك الشنطة. الله يبارك فيك. كبداكي اللي سرقها منك. نجوانا يا ربتي. شكرا. كبداكي جعان، عايز حته جبنه براميلي او ترش كده في قتينا. خش 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 اقعد اقعد. امسك. دي صورة الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. خد. ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. اما المطوه هنصفروا بيها روح امك. ودي ورقه فيها كل تحركاته، بياكل فين، بيشرب فين، الحتت اللي يحب يقعد فيها، بودي جاردات بتسيبه امتى، كل حاجه. عارف ابراهيم، الامتحان ده امتحان صعب، لو عديته تشوف عز عمرك ما شفته. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كره العمل، بس نجرب مش خسرانين حاجه. بص يا ابراهيم، اي لعبه فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او اي حد في الدنيا عارف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ رقبتك. حياك يا هيمة. أهلا أهلا يا كبداكي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اسمع يا هيمة. أؤمر يا شيخ العرب. الأمر لله. أنا ما أحب البودي جاردات والحماية والحراسة. لا لا لا، تفضل تفضل تفضل. أنا إنسان بسيط وأحب البساطة. حياك.
لكن إذا بغيت أصير مافيا وقت ما أبي أصير مافيا. والله عداك العيب يا شيخ العرب. إنزين قول لي أنت شو اللي تبي مني؟ بص أنا مروان ما قرانيش كويس، كبدكي ما يقتلش، كبدكي يعلم على حد، ها يقلب حد في مصلحة، لكن يزهق روح ماليش فيه يابا. وبعدين؟ وبعدين أنا مداينك بروحك اللي ما قطفتهاش دي، وده يسمح لي إن أنا أرزل عليك وأطلب منك أي حاجة، صح يا شيخ العرب؟ قول لي شو اللي تبيه؟ اشتري مني. اشتري. خش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس دول طيبين قوي، منين ما خلص الشوكولاته اللي في الثلاجه اللي جوه دي وملوها لي تاني. والله طيبين. رفع سماعتي التليفون ليه؟ بكلمك من بدري. انا عارفه يا اخويا، في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرطم بكلام انا مش فاهماه. زعقت له واتخانقت معاه، قلت له اتصلت هنا تاني هعمل فيك واسوي فيك، مفيش فايده برضك، برضك بيتصل. قمت بقى شلت السماعه، اعمل ايه يعني؟ برضك بيتصل. عندي اخبار حلوه. ايه؟ قولوا لنا هنرجع مصر؟ لا، عماد عرف عنوان الاوتيل اللي ابراهيم قعد فيه وصوره وبعت لي صورته. فين؟ ايه بنحب. خلاص عماد مخلي واحد يراقبه 24 ساعه، واول ما يشوفه مع نجوان او مع مروان هيبلغني على طول. والنبي انت من غير عماد ده كان زمانك لايس في شبر ميه. طبعا. الو. يس يس نو بروبلم ثانك يو. الراجل بقى اللي كان بيرطم في التليفون كان بيسالك عايزه تنضفي اوضتك امتى؟ اما الراجل بلته قديم الذوق صحيح، وهو ايش عرفه يعني بتنظيفي؟ هو كان يعرف انا بنضف ولا لا؟ كوريا انت مفيش اي فايده فيكي، وشكلك هتودينا كلنا في داهيه. ممكن بقى كفايه شوكولاته وننزل نتمشى شويه؟ انت كمان باصص لي في الشوكولاته اللي حاطينها لي في الثلاجه. طب يلا اخويا ننزل، عايزه اتمشى. اتفضلي. ايه ده؟ باسبورك الجديد. اها. كنت عند عماد في المكتب واخدته منه. كده انت بقيتي مواطنه سوريه رسمي. اشمعنى؟ ما هو انا كان لازم استغل الحاجه الوحيده اللي انت بتفهمي فيها. وعلى فكره كوريا، اللغه اللي انت بتتكلميها دي وفاكراها انها تركي تبقى سوري، وده باسبور سوري. ايه؟ هي لغه نتدارى فيها والسلام يا كوريا. انا ما اعرفش ازاي انت اصلا كان ممكن تتكلمي مصري. لا اخوة ان شاء الله هندية. لا 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 ابوس ايدك، كفاية عليا التركي. اسمعي، الأوضة دي باسمك دلوقتي، باسمك الجديد كده، مالكيش اي علاقة بمصر. اسمك الجديد ايه؟ نسيت النبي، كنت فاكرة بس نسيت، معلش يا كوريا. حرام عليك اللي انت بتعمليه فيا ده، المفروض ان انت كنت قاعدة مع مروان المرة اللي فاتت وكنت حافظة كل حاجة حصل ايه. والنعمة كنت حافظاه، كنت حافظاه، بس هو صعب كده وما بيلزقش في البوق. طب قول تاني، قول تاني كده والنبي. ديما عباس. ايوان هو ده ديما. ما هو انا لازم انساه، هو في واحدة اسمها ديما؟ يعني انت فاكرة ان في حد في الدنيا دي كلها اسمه كوريا؟ انت هتتريق ولا ايه؟ لا القصد، المفروض ان انت سيدة اعمال كبيرة وعندك منتجعات، قصدي كرة سياحية كبيرة جدا في انحاء العالم، في كندا وفي البرازيل، وعندك مدينة ملاهي في تركيا. والنبي انا ما عارفة احفظ كل الحاجات دي ازاي، بس يلا ساعتها بقى يبقى حلها حلال. ما تلاقيش، انا هقعد معاكي واحفظك اماكنهم واساميهم بالظبط. المهم تعرفي ان الحاجات دي نازلة على الانترنت بتواريخ قديمة، يعني 5 لـ7 سنين فاتوا، نازلة باسمك وبصورك واضحة 100%. نهار اسود، انت نزلت صورة على النت زمن العيال في بطن البقرة خدوها وعملوا بيها صور عريان. بطن البقرة ايه بس اللي انت بتتكلمي عنها يا كوريا؟ مروان اكيد لما عرف اسمك من المطعم اول حاجة عملها دخل على الانترنت وعمل سيرش عنك انت وعماد، بدليل ان هو اتصل بعماد. سيرش ازاي يعني؟ ما تشغليش بالك، معلش كني ما قلتش حاجة. انا عارف اللي انا بقوله لك ده صعب وانت مش مفروض تحفظيه بالظبط، بس معلش احنا لازم نحاول، وعشان خاطري استحمليني. ما انا بعمل اللي عليا والنعمه،
بس انا مش عارفه كده، الحاجات دي عامله زي الافلام الهندي، وحاسه مش متعشقه في بعضيها كده، وهتلفق في الاخر. مش هتلفق. لا يا كوريا، احنا في وضع مفروض علينا. بصي اعملي بس اللي انا بقولك عليه وهتلاقي كل حاجه ماشيه صح. معرفش بقى، ربنا يستر. ايه اللي انت بتعمليه ده يا كوريا؟ انا عارفه يا اخويا الكندل ما فيهاش منشر دي. وبعدين انا عايزه افهم حاجه، هي الناس اللي قاعده دي هنا ايه؟ معفنه، لا بتغسل ولا بتتشطف الا لما في حمام واحد فيه شطاف. غيارات ايه وشطافات ايه يا كوريا؟ سود، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا اللي جبته لنفسي. قلت ايه دلوقتي؟ طيب خش، الباب مفتوح. صباح الخير. يسعد مساك. انا يا عماد، ازيك؟ شيل شيل شيل. ايه ده؟ لا لا، بالراحة على الغسيل هيتوسخ. ايه؟ اقعد يا عماد، اقعد اقعد، ما تخافيش على الغسيل. بغسل فيها بقى لي ساعة. عملت ايه يا عماد؟ طمني. زي ما قلت لك في التليفون، البيع عايزني انا اللي امسك له شغله، بس قلت له انا مش فاضي. مش فاضي ليه يا اخوي؟ ما كنت امسك له شغله وخد فلوسه وارجع انا. كده احسن يا كوريا، علشان ما يفتكرش ان احنا عايزين منه حاجة. بالظبط. ده راح المطعم تاني، وادى نمرته لواحد من الويترز وقال له لما حد فينا يظهر سواء انا او كوريا يكلمه. تمام يا عماد، كده يبقى ماشي على الخطه اللي احنا رسمناها له بالظبط. خطه ايه اللي احنا رسمناها؟ الراجل طب عليها في المكتب وانت معايا. خطه ايه ده؟ مش بعيد ليه بيخبط على الباب دلوقتي يا اختي؟ مين؟ هاوس كيم. يعني ايه؟ بس غريبه قوي، انت صغيره في السن على انك تكوني سيده اعمال يعني. عندنا بسوريا مثل بيقول صغير يومه وشهر بيعرف منيح بالدهر. بس غريبة قوي، أنا أول مرة أسمع مثل زي ده. ده زي عندنا كده في مصر، بس إحنا عندنا بقى بالعكس، يعني بيقول لك اللي أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. أيوة صح صح. أنا مش عايز بس أكون أزعجتكم. لا أبدا، أنا سامع. وحضرتك بقى يا ترى منين؟ من سوريا؟ من الشام. من الشام؟ الله، بحب الشام. ويا ترى بقى انت منين في الشام؟ ها حكم، انا الشام حافظها زي كف ايدي. منين؟ من شارع الجامع. شارع الجامع؟ ايه. لا مفيش حته في الشام اسمها شارع الجامع. كيف في؟ ايوه انت تقصدي شارع الجامع الاموي. ايه اللي جنب سوق الحميدية. ايه سوق الحميدية. الله، دي منطقة جميلة جمال. انا بعشقها، بالذات كمان انها بتفكرني بخان الخليل اللي في مصر. ايه بسمع فيه، بس بعمري ما زرت مصر. ازاي تبقي سورية وما تزوريش مصر؟ ازاي ده يعني مصر وسوريا ايه؟ ما حاجة واحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ مش جايين نوم. طيب انا هخش انام بقى، تصبح على خير. لا استنى مروان، انا عاوز اسألك، انت كنت فين؟ اشمعنى؟ سؤال عادي يعني. في الشغل. طب انا عاوزه اتكلم معاك في حاجه. خير؟ قولي. فاكر الموضوع اللي انا قلت لك لما احس نفسي ان انا مش خايفه منك هحكي لك؟ ايه مش خايفه دلوقتي؟ لا مش خايفه. طب اقعدي واحكي. اقعدي. تعالى حبيبي، انا معاك. اوبا اوبا. ها ادي قعدت. ايه في ايه؟ كنت عاوزة أقول لك إن أنا حامل. أيوة أنا حامل منك. في إيه يا مروان؟ هو أنت سكت كده ليه؟ أنت زعلت؟ أنت زعلت؟ لا لا، زعلت إيه؟ وإيه اللي زعل؟ أصلاً أنا فرحانة قوي. عارف يا مروان، نفسي أطلع أتمشى معاك واتشعلق فيك كده واقول للدنيا دي كلها ان انا خلاص بقى عندي بيبي من حبيب قلبي مروان، اللي سبت كل الدنيا عشانه وجريت وراه لغايه هنا. بعدين اتمنى يا رب ان هو يكون ولد ويطلع شبهك في كل حاجه، في ملامحك وفي شعرك وفي طولك
وفي عينيك الحلوه دي. بس اهم حاجه يكون ذكي عشان انت اذكى راجل انا شفته في الدنيا، وده اللي مخليني ان انا عايشه مطمنه معاك، لان انت كل ما تيجي تعمل حاجه تحسبها كويس قوي. مروان انا نفسي يطلع صوته زي صوتك، عشان انت صوتك دافي وكل ما بسمعه بحس ان هو بيحضني كده. مروان مروان مالك؟ لا مفيش يا حبيبتي، اصل لما كنت في الشغل كنت حاسس بشويه صداع وكده، فواضح ان ده من قله النوم، ف يعني لو ريحت شويه هبقى كويس. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا ان المجال دلوقتي هناك بقى مفتوح غير خالص اللي بيصوروه الاعلام الاوروبي، انت فاهم؟ لا هو فعلا، هو استاذ عماد عنده حق، لان فعلا دلوقتي بقى في مجالات في مصر كتيره جدا ممكن تستثمري فيها ما كانش ينفع تستثمري قبل كده فيها خالص، خاصه المجالين المعروفين سواء العقارات او السياحه، والمكسب فيهم كبير قوي، يعني الموضوع بيبقى لطيف. استاذ نجدي واحد اتفضل، هات لي السجاير بسرعه. يلا انا مع حضرتك طبعا، بس انا مختلف شويه بس في وجهه النظر، لانه السياحه والعقارات دلوقتي ما بقتش هي المجالات اللي ممكن تستثمري فيها في مصر، الا بقى لو عايزه تخسري فلوسك. في حدا يحب يخسر يا مروان بيه؟ لا طبعا ما فيش حد بيحب يخسر، ولذلك لو الواحد حابب يحط فلوسه فعلا في حاجه زي كده لازم يبقى عامل لها دراسه كويسه جدا. السجاير يا باشا. ماشي شكرا. تمر باي حاجه؟ لا شكرا. فزي ما بقول لحضراتكم كده انه صلاة النبي أحسن. كوريا؟ أنا سوري مو من كوريا. مين يما؟ في إيه يا إبراهيم؟ في إيه؟ في إيه يما؟ دي إيه في إيه؟ إيه اللي جرالك؟ أنت متقل شوية ولا إيه؟ معلش يا باشا، بس أصلي افتكرتها كورية، أصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل، روح استناني في العربية يلا. ماشي. صدقوني مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير، حصل خير. ايه ده؟ انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. لا مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا، ايه هستاذن ساعه كده لحسن ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا 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 روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمره الثانيه على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبه للاستثمار. ما اظنش ان السياحه والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سيجاره يا استاذ عماد؟ الحمد لله على السلامه يا ورق العنب. بالذمه مش كده احسن؟ لا شايله ولا جره ولا بامبرز وحضانات وحضانات. يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الحاجات دي. مسجله ابراهيم كبداكي عندك ايه؟ ابراهيم؟ ها؟ وانا هسجل نمرة ابراهيم عندي ليه؟ اه صحيح،
هتسيبيه عندك ليه؟ آه عندك حق، عندك حق. حركة برضه حلوة. كيف ده ريستوران؟ لا برافو. يلا ايوه يلا خدي قولي له ان احنا مستنيينه عشان يروحنا. يلا ماما يلا بالراحة. طيب الو. ايوه يا ابراهيم. انا جوانا حبيبه قلبي. تعال للمستشفى عشان ترجعنا على البيت. ايه ده، مروان مش عندك ولا ايه؟ ليه ما كلمنيش هو؟ تعال بس. يلا يا ابراهيم ما تتاخرش، احنا مستنيينك. يلا. طب تمام، مسافه السكه. سلامات يا نجا حبيبه قلبي. سلام يا ابراهيم. الف سلامه عليك يا ورق العنب. ألف سلام. في واحد اسمه كبداجي بيسأل على سعادتك بره مع واحدة. كبداجي؟ شايب. روح روح قول لهم خليك تفضل معاك. اللي صاير. لا 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 انت غلطان يا هيمة، المفروض ما تلعب مع مروان وانت من تقدم. كتروا علينا، كتروا علينا يا شيخ جاسم. عصفور تعال بسرعة. اسمع عصفور، اخذهم داخل واطلب الدكتور وخليه يجي بسرعة. بس انت زين سويت اللي جبت الحرباية هذه معاك. أنا من اليوم ورايح بعطيك الميدالية الذهبية في النساء. سلامات سلامات. طبعاً أنا بعتذر لك جداً عن سوء التفاهم اللي حصل ده. صدقيني ما كانش مقصود، بس أنا كنت عايز أشوفك وأكلمك وما قدرتش أمسك نفسي أبداً لما عرفت إن أنت ساكنة معايا في نفس الأوتيل. حصل خير؟ أهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايدة عندكم بمصر، وأنا متربي على هيك ما بيجوز أغيره. أنعم وأكرم، بس غريبة قوي إن إخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده. بس عموماً أنا غلطان، عشان كده أرجوكي أرجوكي اقبلي أسفي. حصل خير. عظيم، يلا تفضلي اشربي. شكراً ما بدي. لا ما تقوليش إن أنت ما بتشربيش. ما فيش بيزنس وومن في الدنيا ما بتشربش. يلا ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المرة دي بس. يلا تفضل. خليني هنا أحسن. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأني عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فينا صبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزة تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر. فينا صبايا كبيرة، ومش أي نصبايا، فينا صبايا كبيرة قوي. شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أنبهك، مش عشان خاطر بس أنا خايف عليك، لا عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش أنت تاخدي صورة أن المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، وأي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة.
مصر ام الدنيا يا زلمه. عماد ناصف دوت ما زارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجه عن مصر. والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانيه دي مبالغ كبيره جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبه 500%. يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10 15 سنه عقبال ما تعرفي تكسبي. بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودوره راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في ايه؟ انت عينيكي وجعاكي؟ مالك عامله حاجه ايه؟ لا مو معقول. أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إن المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر. هما ثلاث دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان، هم الثلاث دول دول. وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا. لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك. بس المشكله اني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر بفكر. الله يخرب بيوتكم، ده شربني منكر. الهي تولع في نار جهنم قادره كريم. منكر؟ معلش مفيش مشاكل. مش مشكلة ايه بس؟ ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا. اغسل سناني؟ ليه ان شاء الله؟ ناقص تقول لي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وانت بتكلم من اختك يا اخويا. اسمعي يا كوريا، احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه. المرة دي قال لك اشاركك في اليونان او في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على اساس انك رايحة مصر، وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمة بيه تماما. والنبي اعمل ايه دلوقتي في بق؟ الله يسامحه. انا حاسه ولا اللي بس هكلب اسود واجرب. طب اقول لك على خبر يفرحك. قول اخويا بدل ما انا متنكده كده ليل نهار. هايدي جولي مال صدر لها قرار افراج. والنبي جد؟ يا الف نهار ابيض، يا انت كريم يا رب، الحمد لله. طب بقول لك ايه، احنا بقى ننزل على مصر؟ هنفضل مرزين هنا نعمل ايه؟ نرجع مصر نعمل ايه؟ ده قرار افراج بكفاله. يعني هايدي لسه في قطر ولازم نرجع مصر بسرعه بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءه الكبيره يا رب. ماشي اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخو. اوه ما فيش فايده، ما احنا في بلد اجنبي بقى، ما هي سلطه. نفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لا اديك وش المره دي. انت ما بتفهم يا نصيبتي؟ كبداكي اللي جراها لك اللي دهولك كده. تعال يا كوريا. تعال يا اخوي تعال. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخوي. سلامتك. والله طبعا اشهد ان لا اله الا الله. ايه اللي انت عاملاه بنفسك ده يا كوريا؟ طالعه من الحمام على هنيه على طول. ايه ده؟ يو وانا مالي خال؟ ما هو اللي بيلبسوني كده وانا عيني خاويه مالت. ماشي ماشي. استنى استنى خال. الو ايوه يا ديما، ازيك عامله ايه؟ وحشتيني كتير. الو ايه الدوشه اللي عندك دي؟ انا هون بمصر. هاي دوشه مصر، الله عليها الله يحميها، بتاخد العقل. عقلي ايه؟ ايه المسلسل السوري اللي انا بسمعه ده؟ يلا خالي يلا. غطي نفسك غطي نفسك ما تمشيش معانا، بطلي فضايح تعالي. انتهى بلياض يا كبتاكي ولا عبيط؟ عامل ناصح ومفتح وفرقع لوز بتتنطط يمين وشمال، وانت في الاخر محبوس في علبه صفيح قد علبه السجاير. كل ما تنط نطه تروح مرزوعه واقع مدروخ شويه وتقول عيب انا جدع، وتقوم تنط تاني وتروح مرزوعة تاني. لما يدي منظرك في الآخر متكحول ومتكحرط ومفيش في جيبك 20 بلبل مصري ولا يوناني، وقاعد مع واحد راجل شيخ بيعطف عليك ولا كأنك عويل، كان فيها ايه يعني لو فضلت قافش في ايد البت كوريا لما مدتها لك مليون مرة؟ مش بدل ما انت واقف لوحدك في آخر الدنيا خسران كل حاجة، بلدك ومزيتك وعيشتك اللي كنت عايشها برنس على شوية عيال شبهك،
الحكايه كده مش جايبه همها. انا لازم ارجع مصر، لازم ارجع. الو. ايوه ماجد، بقول لك ايه، انا عايزك تكلم نادر عالم الدين وتتاكد من المعلومات اللي هو بيقولها، ولو صح عايزك تخلص انت كل حاجه. ماشي. ايه ده، وانا من امتى باكل عليك فلوس؟ الله جرى ايه؟ وبعدين اديني جايب لك شغلانه جديده بفلوس جديده، ما تهدى. وعايزك في حاجه تانية، عايزك تشوف لي الدنيا بتاعت ابو طالب وهايدي ونجوان بيعملوا ايه، بيتصرفوا ازاي، بيروحوا فين. مش عايزك كعبل في اي حد فيهم لما اجي مصر حتى ولو صدفه. ماشي. انا كان مالي ومال الشحطات السوداء اللي انا فيها دي، يعني كان لازم اعمل في امها جدعه؟ اخرب بيتك يا جول على بيت اليوم اللي شفتك فيه. يا ربنا. الو. الو. ايوه يا ديما، ازيك؟ عامله ايه؟ اهلين. ايه مال صوتك؟ معلش كنت نايمة. انا اسف جدا ان انا اتصلت بيكي في وقت زي ده، بس في الحقيقة انا بحاول اكلمك كتير جدا من ساعة ما سافرتي وانا مش عارفة اوصلك. معلش كتير زحمة الوقت. بقولك ايه يا ديما، انت عملت ايه في المشروع بتاعك؟ خلصتي؟ مو بشكل نهائي، بس عوشك. طب انا في حاجه كده بقالي فتره بفكر فيها بصراحه. كلامك كل اللي انت اتكلمتي فيه عن مشروع وعن مصر شغل دماغي جدا، وانا حابب ارجع بلدي واشتغل فيها تاني، فايه رايك اشاركك في المشروع بتاعك؟ منيح، كتير منيح. طيب لو انت موضوع التوقيعات والاتفاقيات ده لسه ما خلصتيش فيها، استنيني شويه كده لغايه ما اجي. مو بعتقد بقدر، انا ملتزمه بمواعيد. أنا مش طالب منك كتير، يعني أنت بس استني شوية صغيرين وأنا هكون جايلك في أسرع وقت ممكن. بشوف، الله بيسهل. عظيم. طيب أنا مش عايز أعطلك، يعني لو الموضوع متيسر كملي فيه، وأنا لما هرجع لك إن شاء الله مش هسيبك. هشاركك يعني هشاركك. الله بيسهل. سلام. سلام. الله ياخدك يا بعيد. شايفتك معجب بالمصنع. كويس، حلو. أنا كمان بفكر إن أنا وإنتي نتشارك فيه، إيه رأيك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش، رسالة بس أشوفها. اتفضل. هاي يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. إيه حلو كتير. لا يا فندم، إحنا عندنا كمان عمالة مدربة على أعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثة يا فندم. وإن شاء الله مصنع قريب بإذن الله. كتير. وين بتشوفوا الماكينات؟ إحنا بنستورده من ألمانيا يا فندم. وده احسن مكان بيجيب منه مكان. عشان بقول ايه، ممكن دقيقه لو سمحت؟ ادردش معاك بس شويه. خليكم. خلي دي، انا حاسس ان المكان اللي هو بيقول عليه احدث حاجه ده مش احدث حاجه ولا حاجه. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب مقبول، حاسس ان في حاجه. بس كيف هو بيقول انه احدث ماكينات على مستوى العالم، وانت كنت من شوي معجب بالمصنع؟ مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي، أنا طول عمري بتعامل بإحساسي بيني وبين ربنا عمار، إن بحسه بيطلع صح، فأنا حاسس إن في حاجة غلط. بقول لك إيه، هتيجي نقعد في العربية في التكييف شوية، يمكن الشمس والحر مش مخليني أعرف أعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف أعرف أقول لك اللي جوايا. ها؟ تعالي تعالي. اتفضلي. احنا رح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية.
انت كتير غريب، انا مو فهمتك. لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمة اهاليكوا ايه؟ لازمة اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي. اهدى اهدى، خلينا نفكر بعقلنا، الامور ما تتخذ بالطريقه هذه. امال تتخذ ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتخذ من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قد ايه واحد راجعين يا فندم؟ هتصل بنادر بيه وبلغه يا فندم. كلمه في السكه، يلا كله على رابيته، طيران ورا مروان يمكن نلحقه. بسرعه بسرعه، وانت اخذ سيارتي واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني انا تحت امرك، واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر متشكر شيخ جاسم. العفو العفو، مع السلامه. يا يسوك انت فين؟ طب اجهز انا حد عليك دلوقتي. حالي فهمك لما اجي. يلا سلام. يعني مفيش طريقه ان احنا نرجع فلوس هايدي غير ان كوريا تنصب على مروان؟ ما تقولش تنصب يا بابي، دي فلوسنا، بعدين مروان هو النصاب والحرامي. بس انا قلقانه قوي على كوريا نادر. ما تقلقيش يا هايدي، قولي الحمد لله ان احنا نجحنا في نص الخطه الاولاني وانت خدتي براءتك. النص اللي جاي اسهل بكتير، وانا متابع مع البودي جاردات. بعدين ما تنسيش ابراهيم معاها، يعني هي مش لوحدها، فما تقلقيش. الو ايه مروان؟ ربنا الله يسامحك الله يسامحك. انطقي يا بت انطقي. انا هتحرك فورا واعمل تحريات عن كل علاقاته ومعارف مروان، واكيد هو مش هيتحرك في دايره اوسع من كده. لا يا علاء، احنا محتاجين نتحرك اسرع من كده. انا كلمتك النهارده عشان انت اكتر واحد ممكن يساعدنا نوفر الوقت. كده وقت التحريات على بيه مش وقته خالص. الراجل اللي اسمه مروان ده راجل واعي واكل مال البلد، مش بعيد يتاوي كوريا ويقتلها عشان خاطر ابيه. يا محامي يا كبير، اتصرف لنا في كوريا هتموت من ايدينا. انا عارفه حد يعرف كل تحركاته والحاجات اللي هو بيعملها، بس مش عارفه اخليه يتكلم ازاي. مين هو المحامي بتاعه؟ ماجد. ده راجل معبده ودينه الفلوس، بس انا اعرف اجيبه ازاي. انا هفهمه ان انا عايزه يمسك شغلي وهديله اللي هو عاوزه، هيجي على مالا وشه. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. والله اعلم كداب كان جاي عشان اي حوار. اسمع كلام كوريا جوه. انت بتعمل ايه هنا يا ابراهيم؟ مروان جوه يا بنت. معرفش. ردي عليا، مروان جوه. هو انت ابراهيمني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت، اوعى اوعى. بس لو اتكلمت انا بقصد وشي خليك زي وشي. بس يا بنت مال. اسف يا ديما هانم، اسف. معلش معلش، انا اسف. وليه دي بقى كده؟
الباص اللي بعد كتير. تعرف ابراهيم كبدك منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت انت ايه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ انا ما بخافش الا من اللي خلقني. منك لله. منك ايه لله؟ كوريا مكانك يا كبداكي. كويس يا بت. الله لا 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 لا، ده انتوا طلعتوا معرفة قديمة بقى. ما هي دخلة الشاطر حسن دي عشان يلقى الست الحسن، تبقى الحتة بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها حبيبي. يلا بص يا مروان، انا هاخد كوريا وهنخرج بيها. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا بت؟ تمشي ماشي. الف سلام عليك يا كوريا. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص مالك يا حبيب قلبي؟ مالك يا كوريا؟ خلاص مفيش حاجه. خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا. انت طمنا عليك بس. ايه الدم دوت؟ كوريا كوريا الحمد لله على السلامه يا كوريا. الحمد لله على السلامه. كويسه الحمد لله على السلامه. مروان مروان اجوان اجوان. شفتي بتلفي تلفي وترجعي لي زي القرش الممسوح. روح روح هاتي لي دكتور بسرعه. انت ايه؟ ايه كل الكلام ده؟ انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا؟ لسه بتعورني؟ انت فاكر نفسك ايه يا مروان؟ ها؟ انا مش هسيب لك الاسعاف، هسيبك تموت قطعه قطعه عشان كل اللي عملته فيا وعملته في ماما وكل في الناس. روحي هاتي للدكتور بسرعه. مش هجيب لك دكتور. يلا انت بتاعي انا يا مروان، ومحدش هيقتلك غيري. انت فاهمني؟ محدش هيقتلك غيري. نبنا صعبانين عليا الايام دول. امهم ماتت وابوهم رميهم واختهم هيتحكم عليها بالاعدام.
ما بالهمش حد الا ربنا وانتو. بس انا مبسوطه ببابا قوي، زي ما يكون لقى روحه فيهم، بيقضي معاهم اليوم كله لدرجه ان انا بقيت اغير منهم. طيب اقوم انا بقى لم هدومي والبس على ما اخلي شكري يجي عشان نروح نشوف الشقه الجديده اللي جابها لنا في الحار. وانا هعدي عليكي بكره بدري، نبص على المحل اللي انت قافلاه، نشوف بقى هنوضبه ازاي وهنعمل فيه ايه. لازم نبتدي نشتغل. والنبي انا ملدد عليا نزولك للحاره وشغلك فيها من تاني. كان نفسي ارجع لك فلوسك كلها على دايره المليل. انت جبتي لي البراءه اللي اهم من الفلوس، وبعدين انا مش عايزه اروح الحاره عشان الشغل. لو على الشغل بابي او نادر ممكن يلاقوا لي شغل في اي حته. انا عايزه ارجع الحاره عشانك، وعشان انا حبيت المكان وعايزه اديه زي ما اداني. ماشي يا جول. السلام عليكم، ازيك يا كوريا؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا يا نادر. ازيك يا هايدي؟ الحمد لله. ابو طالب بيه ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا. ليك وحشه والنبي يا دكتور. دكتور تاني. هو انت ما بتتعلميش مني حاجه يا كوريا؟ يا اخويا فكك مني بقى، مش الفيلم خلص خلاص؟ لا لسه ما خلص. يعني يعني هايدي هانم، تحبي الفلوس بتاعتك تتحول على انهي حساب؟ ولا تحبي تصرفيهم كاش؟ ولو اني اشك ان المبلغ كبير شويه. فلوس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا نادر. فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها، ال 25 مليون دولار، مالهم؟ تحبوا تاخدوها ازاي؟ ناخدها ازاي يعني ايه؟ اذا كان مروان مات ومالوش ورثه، والفلوس دي المفروض تروح للدولة، ده لو اليونان أصلاً أفرجت عنها. الكلام ده مش مظبوط يا هايدي، لأن مروان ليه ورثة. ورثة مين؟ مراته. مراته مين؟ حضرتك. إيه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر. أبو طالب بيه مروان طلق هايدي شفوي، كتب لك ورقة أنت طالق يا حبيبتي. لكن وهو بيهرب فعلاً، ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده، وبالتالي أنت قدام الحكومة مراته، ولما مات تبقى انت الوريثة الوحيدة لي. وانا كلمت البنك والسفارة في اليونان وخلصت كل الاجراءات معهم، والفلوس جاهزة على التحويل. زغرتي يا كوكي. الله اكبر. والنبي انت ربنا راضي عنك ونيتك صافي. الحمد لله. ما حدش هيخلص الحكاية دي الا الراجل ده. اسمعوا بقى، الفلوس دي مش بتاعتي انا لوحدي. اولا انا هعمل براند باسمي، وهفتح مصنع اللبس اللي طول عمري بحلم بيه، وكوكي هتبقى شريكتي. انت بقى يا دكتور نادر هتظبط لنا كل حاجه وتخلص لنا الموضوع. لا 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 اهدي شويه يا دكتور. ايه مصنع؟ يعني كبداك؟ اسمعي مني، ده كبداكي لعبته المصانع كده اهو. مصانع يعني كبداكي.